Hello everybody, how are you? I hope you are fine. مرحبا بكم جميعا. اليوم هنتكلم على تاريخ اللغة الإنجليزية. فكيف نتعلم اللغة لا نعرف أصلها؟ كم عمر هذه اللغة؟ من أين جاءت؟ كيف تكونت؟ خليك معايا. إن دراستنا لتاريخ اللغة الإنجليزية ونشأتها يساعدنا كثيرا على فهم اللغة الإنجليزية وكيف نجيب على عدد من الأسئلة حول هذه اللغة، مثل لماذا هناك حروف لا تنطق؟ فلماذا تكتب بعض الكلمات الإنجليزية يعود أصلها إلى اللغة العربية أو اللغة الفرنسية أو الألمانية أو اليونانية؟ هناك كلمات إنجليزية لا أكثر من نطق، وجميع هذه الكلمات نطقها صحيح. أنتم عارفين أنه هناك تقريبا 195 دولة في العالم. اللغة الروسية بيتحدثها 260 مليون، اللغة البنغالية بيتحدثها تقريبا 270 مليون شخص، أما اللغة الفرنسية بيتحدثوها تقريبا 320 مليون، اللغة العربية بيتحدثها 380 مليون شخص، أما اللغة الإسبانية بيتحدثها 600 مليون شخص، اللغة الهندية بيتحدثها 800 مليون شخص، أما اللغة المندرينة الصينية فيتحدثها مليار و200 مليون شخص، أما اللغة الإنجليزية فيتحدثها ما يقارب 2 مليار شخص. اللغة الإنجليزية هي لغة جرمانية ظهرت في العصور الوسطى، لكنها أصبحت لغة عالمية في القرن 21 وانتشرت في كثير من دول العالم. أول ما معنى الجرمانية، كان هناك دولة في شمال وسط أوروبا اسمها جرمانيا، كان فيها ناس محاربين اسمهم الفايكينج. الفايكينج هؤلاء ذهبوا لغزو إنجلترا، والتي كانت إنجلترا وقتها تتحدث ماذا؟ اللغة اللاتينية، وكان الفايكينج يتحدثون اللغة الجرمانية. إذن اللغة الجرمانية زائد اللغة اللاتينية كونت لنا اللغة الإنجليزية. إذن كيف تكونت اللغة الإنجليزية؟ عن طريق دمج اللغة الجرمانية مع اللغة اللاتينية، وكان اسمها اللغة الإنجليزية البدائية بروتو إنجليش. البروتو إنجليش هي نتيجة دمج اللغة الجرمانية مع اللغة اللاتينية وكونت لنا اللغة الإنجليزية التي عرفناها. بعد مئات السنين تطورت اللغة الإنجليزية وأصبحت تسمى بالأولد إنجليش، اللغة الإنجليزية القديمة. كانت حروف الإنجليزية القديمة مختلفة تماما أو بشكل كبير عن الحروف الإنجليزية التي ندرسها الآن، فكان لها أشكال مختلفة، كانت تسمى طبعا الرونية. لم تكن تتقيد الأولد إنجليش الإنجليزية القديمة بقوانين معينة، يعني تعرفون أنه في اللغة الإنجليزية إذا أردنا أن نكون جملة نبدأ بفاعل، فعل، مفعول به، كان الموضوع حر بالنسبة لتكوين الجمل في اللغة الإنجليزية في عصر أو في فترة الأولد إنجليش الإنجليزية القديمة، فكان ممكن تضع الجملة أو تبدأ الجملة بفاعل أو تبدأ بفعل أو تبدأ بمفعول به، كان لا يوجد هناك قانون يحكم هذه العملية. ثم ظهرت الميدل إنجليش الإنجليزية المتوسطة عام 1500، ومن هنا بدأت تكوين القواعد التي تتحكم في تكوين الجملة، يعني أصبح في قواعد تحكم هذه اللغة. ثم انتقلت اللغة الإنجليزية إلى المرحلة الثالثة وتسمى Early Modern English، الإنجليزية الحديثة المبكرة. هنا حصل تغيير كبير جدا في النطق، في نطق الكلمات اللغة الإنجليزية، يعني أكثر ما حصل تغيير في هذه المرحلة هو النطق، يعني كان النطق مختلف بشكل كبير جدا عن النطق الذي ننطقه الآن. فكان النطق قبل مرحلة Early Modern English مختلف تماما عن النطق الذي ننطقه في اللغة الإنجليزية الآن، فكانت هذه الحقبة أو هذا الزمن له تأثير كثير وكبير على نطق كثير من كلمات اللغة الإنجليزية وتغييرها إلى الشكل الحالي الذي نسمعه في اللغة الإنجليزية الآن. وأخيرا المرحلة الأخيرة في اللغة الإنجليزية وهي المرحلة التي ظهر فيها شكسبير، وهذه هي اللغة الإنجليزية الحالية وتسمى المودر إنجليش. إذن المودر إنجليش هي اللغة الحالية وهي التي ظهرت في عصر أو عهد شكسبير. إذن المراحل التي مرت بها اللغة الإنجليزية نعيدها بشكل سريع، هي البروتو إنجليش والأولد إنجليش والميدل إنجليش والإيرني مودر إنجليش إلى أن وصلنا إلى المودرن إنجليش الإنجليزية الحديثة، وهي اللغة الحديثة التي نتعلمها الآن.
لذلك بسبب هذه التغييرات التي مرت بها اللغة الإنجليزية والمراحل المتعددة التي تحدثنا عنها، نجد أنه هناك البعض يبرر سبب أنه هناك كلمات إنجليزية لا ينطق فيها بعض الحروف مثل listen, walk, talk, knee, know وغيرها. هذه الكلمات يقال أنه هذه الحروف كانت تنطق، يعني الحروف التي نقول عليها الآن هي silent letters، حروف لا تنطق. يقال أنه كان زمان يقولون listen listen وليس listen، لكن مع مرور مئات السنين أصبحت listen 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 إلى أن وصلت إلى listen. كانوا يقولون walk 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 ولكن walk 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 وصلت إلى walk. كانوا يقولون talk ثم أصبحت talk. كانوا يقول كني ثم أصبحت ني. كانوا يقولون كنو ثم أصبحت نو. هذا أحد التفسيرات. هذا طبعا رأي من آراء بعض المؤلفين وليس جميعهم، وهي أن هذه الحروف كانت تنطق ثم مع مرور مئات السنين أصبحت لا تنطق، لكن في الأصل كانت تنطق. وليس جميع المؤلفين يؤيدون نفس الفكرة. هناك طبعا كلمات إنجليزية أصلها ألماني مثل bread, cake, again, boy. وهناك كلمات أصلها لاتيني مثل human, dental, factory, science. وأيضا هناك كلمات من أصل عربي مثل sugar, السكر, cotton, القطن, algebra, الجبر, zero, الصفر. يعني أنا مستغرب حقيقة زيرو صفر، صحيح في تقارب لكن كيف أخذين الزيرو منها نحن نسميه صفر صفر زيرو، عملية غريبة. جيراف الزرافة، الكهول. كيف وصلت اللغة الإنجليزية إلى أمريكا؟ يا سيدي، وصلت اللغة الإنجليزية إلى أمريكا نتيجة الاستعمار البريطاني للأمريكيتين. وصلت الموجة الأولى إلى أمريكا الشمالية في أوائل القرن 17، وتلاها مزيد من الهجرات في القرنين 18 و19، وبذلك أصبحت اللغة الإنجليزية مسيطرة على الولايات المتحدة ومنتشرة، وأصبحت هي اللغة المستخدمة بشكل أكبر في اللغة كلغة إنجليزية في أمريكا. تأثرت اللغة الإنجليزية في أمريكا بعبارات وكلمات. كانت في البداية هذه العبارات والكلمات عبارة عن لغة عامية، لكنها تحولت مع الأيام إلى عبارات وكلمات موجودة في معجم أو قاموس اللغة الإنجليزية. الحقيقة أنه بسبب تعدد الثقافات والهجرات المتنوعة إلى أمريكا من عدة دول مختلفة، ولأن الأمريكان يميلون إلى السرعة، فقد نالت اللغة الإنجليزية نصيب كبير من السرعة عند تحدث اللغة الإنجليزية باللهجة الأمريكية. كم عمر اللغة الإنجليزية؟ يقال أن عمر اللغة الإنجليزية 1400 عام. كيف نشأت اللغة الإنجليزية؟ نشأت اللغة الإنجليزية من لغة جرمانية وتم نقلها إلى بريطانيا في منتصف القرن 15 على يد قوم اسمهم الأنجلو ساكسونيون. من هم الأنجلو ساكسون أو الأنجلو ساكسونيون؟ هم مجموعة من الشعوب الجرمانية المبكرة. لماذا هناك نطق مختلف لعدد من كلمات اللغة الإنجليزية وجميع هذه الكلمات نطقها صحيح؟ الإجابة بسبب تعدد اللهجات. مثل اللغة العربية، فاللغة العربية يوجد فيها لهجات كثيرة، لا يستطيع أحد أن يقول أن لهجة هذه الدولة خاطئة ولهجتي أنا صحيحة. كذلك لا يستطيع الأمريكان أن يقول أن لهجة البريطاني خاطئة ولهجتي أنا صحيحة، ولا يستطيع أيضا البريطاني أن يقول ذلك، رغم أن حقيقة البريطانيين دائما بيخطئوا ولا يعترفون بشكل كبير باللغة الأمريكية، ويقولون نحن أصل اللغة والأمريكان هم الذي دمروا لغتنا. فهناك دائما مثل شائع ومشهور يقول ولدت اللغة الإنجليزية في بريطانيا ومرضت في أمريكا وماتت في الهند. أتمنى أن يكون الفيديو فادكم واستفدتوا من المعلومات اللي أنا ذكرت في هذا الفيديو. شاركوا الفيديو مع غيركم. Good luck، حظا موفقا، and see you soon، أراكم قريبا، مع سلامة الله.